أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون عليه وسلم تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا میرے پیر جتنے لوگ نے بھی دعا کے لیے بولا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائیے گا میرے مولا. یا میرے مولا جتنے لوگوں کی دعا ہے ان کو قبول عطا فرمائیے گا. جتنے دنیا میں بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے میرے غریب نواز. یا میرے پیر یا پیر دستگیر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.